طير هبل نستقبل ضيوف هبل نقف صف واحد هبل من سر اليد اللي تمادت أخواننا سلاما على مثقلا بالحديد في أمر لي لا يساوم ولا يحيد إنما يمارس على أبناء شعبنا في شمال وشرق سوريا من اعتداءات على الأبرياء الآمنين في كوباني وعفرين وغامشلو ورأس العين وتل أبيض وغيرها إنه لظلم عظيم ولكم أيها الرفاق في التاريخ دروس وعبر والتاريخ لا يرحم المتآمر على شعبه ووطنه قصة تشنكيز خان مع أهل بخاري المتآمرين على أهلهم وقصة نابليون من خان وطنه عندما دخل مصر غاسيا والتاريخ يخلد الأبطال والشهداء ويكتب سيرهم بمداد من النور من أولئك الأبطال الذين رفضوا أن يساوموا على حقوق شعبهم بل على الشعوب الحرة القائد عبد الله أوجلان الذي رفض كل المغريات واختار السجن فكان السجن منطلقا للحرية والعزة والكرامة فإن سجنوه جسدا فإنهم لن يستطيعوا أن يقفوا في وجه ثورة شعبا استمد القوة من ذلك القائد وجعل فلسفته الديمقراطية منارة استضاء بها لنيل الحرية والكرامة ومن هذا المنبر نطالب دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الشعوب المحبة والساعية للديمقراطية بالضغط على الدولة التركية من أجل إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان من سجن إمرلي وختاما نحن في مناطق الشمال وشرق سوريا إدارة وشعبا نريد الحياة الحرة الكريمة لجميع الشعوب دون استثناء الحرية للغاد اليوم بهذا الحشد الجماهيري للتعبير عن موقفنا الرافض وبشدة لما يقوم به المحتل التركي باعتقال القائد منذ 24 عاما وتاريخه مع فرض عزلة تامة منذ أكثر من 20 شهرا حيث لم ترد أي معلومات عن قائد الإنسانية إن هذه المسألة تعتبر رمزا والسكوت عنها هو تفاضل واستسلام وبالتالي شعارنا النظام ومحاربة الدكتاتورية العثمانية وزعيمها أردوغان وأن هذا الأمر وأن هذه القضية جريمة بحق الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي والمطلوب إحالة هؤلاء المجرمين إلى الجنائية الدولية وأننا إذ نقف مستنكرين ما يحصل لشعبنا وقائدنا فإننا نؤكد على وقوفنا الدائم خلف قواتنا المدافعة عن أرضنا وحقنا قوات سوريا الديمقراطية والتي استطاعت أن تنقهر التنظيمات الإرهابية وتحرر الأرض والبشر الحرية للقائد الحرية للقائد الحرية للقائد نحن لسنا أحرارا بعد نحن فقط وصلنا لحرية أن نكون أحرارا ولن تكتمل حريتنا إلا بحرية مناظر الحرية الأول قائد الفكر التحرري الرفيق عبد الله أوجلان الذي نادى بالحرية لكافة شعوب العالم وضحى في كل ما يملك من أجل أن يصل الفكر التحرري إلينا وإلى كافة الشعوب المضطهدة أن الغزاة وأعداء الحرية من خوفهم وجبنهم قاموا بسجن جسد الفيلسوف القائد عبد الله أوجلان لكن هياد أن يستطيعوا أن يسجنوا حرية فكري الذي أخذ ينتشر كالنار في الهشيم ولم تعد أي قوة ظالمة أو غاشمة قادرة على إيقافه ونحن نعلم عندما تتأصل جذور الحرية تصبح سريعة النمو وقد تأثرت هذه الحرية في مجتمعنا وتجذرت بغرس فكر القائد عبد الله أوجلان في أرواحنا وفي كل جسد حر لقد تم اعتقال قائد الفكر التحرري والفيلسوف الأمة الديمقراطية بمؤامرة دولية في شباط عام 1999 بكينيا وتم إحضاره إلى جزيرة إيمرلاي وبدأت المحاكمة الشكلية في 31 أيار عام 1999 واختتمت في 29 حزيران عام 1999 وحكم عليه بالإعدام وقامت تركيا بإرضاء الغرب دبلوماسيا بالتخفيف الحكم عن الإعدام من الإعدام إلى المؤبد إنها أقصر محاكمة في تاريخ وأسرع محكمة في نطق الحكم وكما قيل
لا يسجى المفكر الحرية إلا لأن الطغاة يخشونه. قام النظام التركي بسجن جسد القائد المفكر فيلسوف العصر عبد الله أوجلان، ولكن لم يستطيعوا سجن حريته الفكرية وبما يفكر. والدليل على ان على ذلك لقد اصدر لنا ولكل الشعوب المضطهدة الكثير من الكتب القيمة، وما زال الى هذه اللحظة يبدع وينشر الفكر التحرري وهو في سجنه. وانا اليوم نقف وقفة اعتصام في وجه النظام التركي وكل طغاة العالم، مطالبين في حرية القائد أوجلان جسديا واطلاق سراحه. ونقول للطغاة ان كنتم تظنون بسجنكم للقائد أوجلان تنتهي حالة التحرر فأنتم مخطئين، فكل من يحمل فكر القائد عبد الله أوجلان هو أوجلان، وإهادة ثم إهانة التسجن الفكرة أوجلان. باسم مجلس عوائل الشهداء في الرقة نرفع صوتنا اليوم لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان، حيث أصبحنا نرى بأن قضية القائد هي قضية أممية ومن أولويات القضايا العالمية، حيث يعلم الجميع بأن القائد عبد الله أوجلان تم اختطافه بطريقة غير شرعية بتهمة الإرهاب. وما نراه اليوم من حقائق واقعية بأن جميع الأدلة والإثباتات تدل على أنه بريء من التهم المنسوبة إليه من خلال رؤيتنا لفكره ونهجه المطبق على الأرض والواقع. فاليوم نرى بأن عامل ساعد بالقضاء على داعش وإرثه المتبقي هو فكر القائد عبد الله أوجلان وفكره الحر، حيث أعاد هذا الفكر اندماج جميع المكونات مع بعضها البعض، وأعاد الاحترام جميع الأديان السماوية ووحد جميع الصفوف في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى احترام وتقديس دور المرأة التي كانت مهمشة على مر التاريخ. والدليل الأكبر براءة القائد عبد الله أوجلان هو انتهاكات الدولة التركية على أراضينا واستخدامها أبشع أنواع الأسلحة ودعمها للفصائل الإرهابية منذ بداية الأزمة السورية. فهنا علينا أن نحرك الضمير الدولي لكي يقارن ما بين فكر القائد عبد الله أوجلان وما بين ثقافة الدولة التركية التي أرادت هي والدول المتآمرة على سجن القائد لكي تحجب فكره عن الشعوب، إلا أن القائد مسجون جسديا ولكن فكره حر، هز مشارق الأرض ومغاربها. ونود أن نوضح لجميع دول العالم بأن الدولة التركية تعاملت مع قضية القائد على أنها قضية تخص الشعب الكردي فقط، ولكننا اليوم نحن عرب وكرد وآشور تركز تركمان وسريان نرى بأن قضية القائد عبد الله أوجلان قضية شعوب تطالب بالحرية والنهوض بمجتمع ديمقراطي حر. فمن هنا ومن تحت هذه الخيمة نطالب بجميع الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان ومراعاة وضعه الصحي وتضحياته الجسيمة من أجل جميع المجتمعات المضطهدة. بالروح بالدم نفديك أوجلان.